خلاص أنا خسرت كل شيء، ما عاد عندي أمل. صحيح إنه الأمل كان كذبة كبيرة للاستملاك، بس كان في أمل بحصول أي شيء. يعني أنت كنت ناوي أوسها، بس لما قربت مني إيدي صاروا يرجفوا وصرت عاجز عن الحركة. هلأ لا تتفلسف سيد أكرام أرجوك، كل واحد يعرف حدوده. أنا بغنى عن آرائك. يا أخي أنت ليش بتزعل من قول الحق؟ لأنه اللي بتشوفه حق بجوز أنا أشوفه باطل. إذا نحن على إيش متشاركين؟ اعمل مخالصة يا أخي وكل واحد يروح بحال سبيله. أنا ما هيك عنيت مثل ما أنت عم تعني. إذا نعترف أنك طمعان بأرض عمتك وببلاش وبالسرقة وبالتزوير وبأي وسيلة إن كانت شرعية أم لا. أنت بتعرف يا أكرم أنه أنا ما سرقت عمتي ولا لي طمعان فيها، وأنت أول واحد أعجبت بفكرة توقيعها على العقد بدون ما تنتبه. أنا هلأ شريك وما بقبل مال الحرام. حلو، كلام جديد علي. معنى كلامك أنه شوف، فسر الموضوع مثل ما بدك. نحن داخلين على مشروع بناء أرض سوا شراكة، إما منمشي على حق أو واحد منا لازم ينسحب. أنت نسيت يا أكرم أنه نحن تركنا العقد إياه وسيلة ضغط مشان تبيعنا الأرض لنكفي البلاطة، لأنه بدونها مشروعنا فاشل. بسيطة، حل الأمر بالشكل التالي: بيع أرضك لحالك وأنا بدفع اللي معي ومنشتري أرض بغير هالمنطقة. وصدقني ممكن نشتري أرض بنفس المنطقة وأرخص من أرضكم. قلت لك نحن تركنا العقد لنرغمها تبيعنا بالسعر اللي نحن بدنا إياه. العقد وسيلة إكراه مرفوضة، وهذا اسمه بالعامي سرقة عن مكشوف. هلأ هي عمتك ولا عمتي العمى؟ ما في فرق، حتى لو كانت غريبة عنا. أنت بتعرف لو حفرنا الأساس كانت عمتك حولتنا على المحاكم وخلص بعدها إذا بتخلص؟ أنا مستغرب يا سيد أكرم، فجأة لقيت حالك ولدان مع الاستقامة. وشو يلي بيمنع؟ وأنت ممكن تكون هيك؟ أنا مستقيم والحمد لله. إيه؟ الله يزيدك. أنا رايح لمكتبي، وبس تخلص أمور العقد مع عمتك ابقى خبرني. أنسي وفاء تعال عندي. بسيطة يا سيد أكرم، بسيطة. إن ما دفعتك الثمن غالي ما بكون رشاد. أمور يا أستاذ رشاد. أنا بعرف إنه لسه ما توصلتي لنتيجة حاسمة مع بنت عمي سمارة. كان بودي إني زورها اليوم لأنها عزمتني، بس مثل ما بتعرف شغل المكتب كتير أخد. تركي شغل المكتب وداومي عندها، المهم نصل لنتيجة مرضية. فهميها إنه أنا مستعد غرقها بالمال. بس يا رشاد بيك الأمر كلمتين وبس. يا أما بتوافق بمحض إرادتها يا أما بترفض، وساعتها لكل حادث حديث. حاضر. وين خالتي؟ أبغى أسلم عليها قبل ما أسافر. هلأ بتجي، أنت بس ارتاح وعاملت لك فنجان قهوة يروق دمك. بس أخاف يروح علي موعد الطيارة، وإحنا يلا حصلنا حجز. ليش ما رح تستنى أخوك الوليد؟ الوليد براسه ألف شغلانة، بعدين هو بيشحن بضاعة للوالد وراح نلتقي في المطار. لا تخلينا نشتاق لك كتير. قصدك لا طول الغيبة؟ سيبها مثل ما بدك. عارفة ماجدة؟ أخاف يسحبني الشوك وارجع قبل ما سجل. لا كل شيء لا هاي. قولي لي ايش تبغي هدية غير الساعة؟ ابغى Thank you.
بعد الإفطار ضغط العمل يزيد، ما في وقت للصداع. بانادول أكتيف فاست يمتص الجسم مرتين أسرع لتسكين الألم. لهذه الدرجة بشرتك حساسة؟ تعتقد أن اختيارك لي صح؟ للحلاقة الصح لازم تختار الشفرة الصح. صح كده، أنا فيوجن 5 بشفراتي الخمسة أضمن لك حلاقة ناعمة تدوم طويلا. وأنا سكين جارد، ومع حماية الحاجز بين شفراتي أعطيك حلاقة مريحة لبشرتك الحساسة. يا سلام على الرومة، فاختار الشفرة الصح للحلاقة الصح مع جيلات، ما يستحقه الرجال. اللبة مش هتندم عليها أبدا. تجميع تايوان. خلاص خلاص ارتحنا. وين دخنا؟ وين شو بليك لو بليك؟ وش المطلوب؟ شوفوا اللي حل فيه. أنا ما في معلومة تسوي. الله شو هذا؟ حقيقة الظاهر نحس إني خايف. دعين أنتوا ليش خايفين؟ أهلاً وسهلاً، نروح للتحيات ومش عارف كيف. وبعدين ضف يور فيس. ذكريات طاش الأحد 7:30 مساء على قناة ذكريات. أخيرا لقد وصلوا. أهو قادم بهذا القطار؟ لا يهمني ما يقوله الآخرون، لن أدع حفيدتي تذهب إلى المدرسة. إذن أنت تعارك معي، أنا جاهز ومستعد لك دوما. كل الأحلام عشناها سننجح الخطة. هيا كوتيش، لا أصدق. ثلاثة نحن الأصدقاء. كل الأشواق غيرها. قرية التوت يوميا 5 مساء على قناة ذكريات. عنجد؟ ايه؟ لحظة زينب، يا زينب. مجدي طلعت دقيقة بس، عم يندق الجرس. ايه راجع دقيقة. ايوه حاضر. مساء الخير. اهلين وفاء، اهلا وسهلا، تفضل. يا اهلين. كيف سمارة؟ اهلا وسهلا سمارة، بخير، كيفك انت؟ مبسوطة؟ الحمد لله بخير. يا اهلا وسهلا. هي هون؟ ايه هون بغرفتها. بتحبي تطلعي لعندها ولا اندهلك اياها؟ لا انا ما بدي اعذبها، بطلع لعندها. ايه تفضلي. اهلا وسهلا. ايوه. لا اجت صديقتها لسمارة. ادخل. مرحبا وفاء. يا هلا، جيتي بوقتك. اهلا فيكي. تصوري هلا كنت عم اتذكرك بيني وبين حالي. جد؟ شو اخبارك يا سمارة؟ نوت باد. شو رايك ننزل نشرب قهوه تحت؟ يلا. يا هلا بوفاء، وين هالغيبه؟ على القليل ارفعي هالسماعه وقولي السلام عليكم. ولو شو قصتك؟ معك حق، لكن التعب هد حالي والوسواس راكبني من امس. خير ان شاء الله، بقدر اخدمك؟ وفاء شو رايك بمجدي؟ مجدي؟ فاجأتيني بهالسؤال. بالحقيقه هو شاب محافظ على كرامته، ومن هون نابع احترامه لنفسه. بدي قناعتك. رغم كل شيء مجدي مكانه ما هو بينكم. بس مجدي بيحمل قلب كبير ونفس عفيفة وذكاء نادر. كل هالصفات بسوق الزواج وبهيدا الزمن ما بتنفع. المال هو المقياس. لكن الناس ما بيتميزوا بأموالهم، إنما بأخلاقهم. هيك الأصول. بس ما في حدا عم ياخد بهيدا الكلام. مجدي شاب مكافح بيحلم بالقمة وبيسعى إلها، ورح يوصل إن شاء الله. بكفي إنه بيحب بصدق وبيخفي عواطفه. يا سمارة،
هالكلمة كبيرة كتير علي. الحب نفسه ما بيعتمد على الثروات المادية ولا بيستمد حياته من أرصدة البنوك. الزواج بيعتمد على صدق العواطف ونبلة وخلوة من الزيف والرياء. بكفي نجاحه المستمر ليدل على وضوح مستقبله. بس المهم موقفك أنت من مجدي، هو يلي بحدد مستقبله. أنا معجبة بسلوكه وهي هي أول مراتب الحب. هيدا حب صبياني وما ممكن يحقق لكم لا السعادة ولا الرضا. في فرق بين اللي بيعيش بالسفح وبيقتنع فيه وبين اللي بيحلم بالقمة. كلامك حلو كتير ومرتب والموقف الإنساني واضح فيه، بس يا سمارة لازم تحطي بعين الاعتبار إنك عايشة بمجتمع ما بيرحم، وبظنك بتعرفي الباقي. لو خيروكي بين مجدي ورشاد مين بتختاري؟ مجدي قولا واحدا، مع انه الاختيار بكلف تضحيه كبيره. ليش؟ اسمعيني مثل ما سمعتك. شباب واذا حدا سال عنك سيدي قل له بعت وراه رئيس المخفر مشان يسقط حقه عن مسعود وهلا بيرجع. وان شاء الله رضيت عنه عم ابراجي كرمال خاطرك وخاطر اخوه عبده، بس هو ما بيستاهل. الله يطول عمرك ويخلينا اياك يا حق. اذا اجى عبده اخو مسعود سال عني خليه يستناني. طيب شو رايك روح معك عمي ابو راجي؟ الدنيا ليل هلا ولا يخفاك الامر من شي حرامي. ولك يا ابني حرامي الدار ما بينطير، مثل ما قلت لك خليك هون، واللي له عمر ما بتقتله شده. الله معك عمي ابو راجي. ما هو لي حبيب قلبي، مع السلامه. الله يقصف عمرك، شو صاير منافق؟ عدلة؟ ايه عدلة يا سرسار. لك انت اهلك ليش ما سموكي عبلة حبيبة عنتر؟ مو كان احسن؟ على القليلة كان الي خطيب مثل حكايتي، جدع وابن حلال وطيب. هي ضب على الباقي ضب. ضبينا حواس. نعم افندم. شو قصتك؟ صاير مغمس بالأسرار وما عم تحكي، شو عم تخبي عني؟ سم الموت، والله ماني مخبي عنك شي. من كم يوم ركضت بالليل ورا المختار، شو كان فيه؟ ورا المختار آه عرفت، هذا في واحد متخانق هو عمته. لا لا مو هو وحماته. ايه هو وحماته، وراح المختار مشان يصالحهم. تعرفي انت المختار على طول بيصالحهم، وانا رحت وراه هيك يعني للطوارئ. جبور رحمة شو كان عم بيعمل عندكم من كم يوم؟ انت شو دخلك بهالقصص؟ شو دخلني؟ انا مواطنة بهالقرية ومن حقي اعرف شو عم يصير. ليش الست وعد ما حكت لك؟ مثل شو؟ عن اللي صار معها اليوم. لا ليش شو صار؟ هي راحت تقطف جوز من على الشجر، قامت هزت الشجرة وخبطت الشجرة بالمفراط بدون فايدة، ما نزل ولا جوزي. وبعدين بتعرفي انت انا ما بحب الجوز، يعني ما بدي، لا ما بدي جوز. ولا انت شو محسبني هبلة؟ لا اعوذ بالله، سلامتك من الهبلان. بكره بدك تشوف بام عينك هي اللي بده ياكلها الدود كيف وعد ما رح تتجوز غير ابن عمتها مجدي مع بوسه ايد. عدو ليه؟ يعني انا شايف انه لايقين لبعض، شو رايك؟ اي خراس، وتعا احكي لي وين راح المختار. تعي معي. صدقني يا رشاد بيك، سمارة ما بتفكر الا بمشاكلها الشخصيه. مشاكلها الشخصيه؟ ليش شو في عندها مشاكل شخصيه؟ وحده راح ترعت مال قارون، لازم ما تفكر الا بسعادتها. ولو ما في حدا بيخلى من المشاكل مهما كان غني. المهم شو قررت؟ ما بظن أنا بتميل إلك بأي حال من الأحوال. ونصيحتك؟ نصيحتي إنك تبعد عنا مشان ترتاح. طبعاً مستحيل. سمارة ما هي ضعيفة يا رشاد بيك، بعدين ما هي صغيرة وبتعرف مصلحتها مليح. إذا نشهدي يا وفاء
انه انا حاولت اعاملها بالحسنى لقيت ما في فايدة، لذلك قررت اني استعمل اسلوب تاني. كيف يعني؟ بدك تلف علي من الطريق المعاكس؟ كل شيء بوقته حلو. على فكرة اتصل الاستاذ اكرم وقال انه هو بفترة استجمام هلا، ومشان هيك اجل مواعيد كل الاجتماعات ليرجع. ايش هو محس بحاله انا عم بشتغل عنده؟ لعمة. ماشي الحال، بسيطة، اتصلي لي بالمهندس عثمان وخليه حاكيني. حاضر. اهلا انسة سمارة. شو سافر عبد الله؟ ايه سافر ورح يغيب اسبوع ويرجع. مثل ما ودعتي تلاقي. تلاقي الخير يا رب. تفضلي. شكرا، انا تأخرت على البيت. انسة سمارة، ممكن اطلب منك طلب لو سمحتي؟ بدي اجي لعندكم مشان اعمل تليفون لوعد بنت خالي. ولو يا ميت اهلا وسهلا فيكي، تفضلي. تسلمي، الله يخليكي، لكن بعد شوي بالحقي. طيب خاطركم، الله معي. مع السلامة. شو بدك من وعد بنت خالك؟ ظهر اني ما اقنعتك بموضوع البديل اللي طرحتيه علي. بدي اخطبها. لمين؟ لسلفي الوليد. شو رأيك؟ عم تمزحي؟ لا عم بحكي جد. ووعد بتقبل فيه؟ إذا سمارة قبلت فيك رغم كل شيء فمن باب أولى إنه وعد تقبل بسلفي الوليد، على الأقل يعني ها ثروتهم متعادلة. ماجدة رجاءً أنت ما تتدخلي بهالموضوع. عن إذنك. صدق المسكين. تأخرتي يا سمارة، وين كنتي لهلا؟ رحت على السوق شوي، اشتريت كتب ومجلات وانا راجعة. كملي كملي، ليش سكتي؟ ما في بالعادة حضرتك تسأليني بهالطريقة. اي طريقة؟ كأني مذنبة وقاعدة عم تحققي معي. انتي مذنبة شي؟ عمتي يا سمارة، يا حبيبتي انتي صرتي صبية، واي ملاحظة بتصلني عنك لازم استفسر عنها. ابن اخوك رشاد وسوس بابنك انه سماره ماشيه مع مجدي وشتمه وما خلى عليه ستر مغطى، مو هيك؟ طيب في شي من هاد؟ ابن اخوك الشهم الغيور المتظاهر بالبراءه والحشمه كان عم يا سماره يا سماره، انا بعرف مين ابن اخي، بعرف رشاد وبعرف حركاته، ورجل جشع وطماع الى اخره، لكن انت يا سماره ليش تخلي له علينا درب؟ بعدين ابن عمك لا تنسي. انت من امتى بتحاسبيني اذا مشيت مع مجدي او غيره؟ بعدين انا بعرف حالي منيح. من هلا ورايح لازم تقيسي الامور بمقاييس حساسه ودقيقه، وانا ما رح اسمح لواحد مثل رشاد يتدخل بحياتي، وبس شوفه بعرف كيف وقفه عند حده. وان شاء الله تكون توفقت بمشوارك رشاد بيك. يا وفاء، هي سماره بنت عمي رح تجنني. خير؟ منين بده يجي الخير؟ وهي دايرة مع مجدي من مكتبة لمكتبة ومن بوفيه لبوفيه. تصور. بدك تطول بالك. حدا سأل عني؟ ايه، عمتك حميدة. خير؟ لا، هالمرة كانت بغاية اللطف. تفضلي. هي شيك بنص المبالغ من ورثة المرحوم خالي بالداخل وبالخارج. شو بعمل فيه؟ بتسجليه وبتحطيه مع عقد الأرض إياه، وبتبعتيه لعمتي مع المراسل، وبتخليه يتوقع على وصل الاستلام. كيف؟ لا تستغربي يا وفاء، اللي بده يحصل على كتير لابد ما يضحي بالقليل. خبري المهندس عثمان يلغي مخطط الأرض. والأستاذ أكرم؟ ها الأستاذ أكرم، في مثل بيقول الشريك تعبان خسار وخسره. بس أنا حسب معلوماتي الأصول إنك تخبره إذا حبيت تلغي مشروع البناء. مكتبه مقفول؟ إيه مقفول، بس المفتاح عندي بالجرور. يا أنسة وفاء، احتفظي بالمفتاح ليرجع الأخ من الاستجمام بالشاليه. أنت شو ناوي تعمل؟ أبداً، بدي اجرد محتويات المكتب بوجوده. يا لطيف، قراراتك شو سريعة سريعة بشكل رهيب. يا أنسة وفاء، في مثل شعبي بيقول يلي بيبيعك بالفول
بيعوا بالقشور. الو، اهلين وعد. يا اهلين، كيف صحتك؟ الحمد لله. شلون عمتي زينب؟ ان شاء الله منيحة. ايه سلميلي عليها كتير كتير يا ماجدة. وعبد الله سافر؟ وامتى حيرجع؟ ايه ما مشكلة ما مشكلة، اسبوع ما مشكلة، ان شاء الله بالسلامة يا رب. ايه شوفي هو طيوب بس طويل كتير. ايه ماجدة بالمناسبة سلميلي على سمارة كتير وقولي لها وعد حبيتك من كل قلبها. ايه وعمتي يلي بتأمره بيصير، ونحن جاهزين ان شاء الله اليوم المساء بيكونوا عندها. طيب مع السلامة. عظيم، هيك بدي اياكي. على فكرة ماجدة ذكية وهالموضوع ما رح يفوتها. شبكي وين صفنانة؟ دي عبد الله؟ مرقت شغلة غريبة. شو هي؟ وعد ما سألت عن مجدي، غريبة مع انه مو من عادتها ابدا. بجوز نسيت. بجوز؟ وانتي ليش مستغربة؟ لاني لاحظت عليها اهتمام كبير كتير بمجدي وفجأة بطلت تسأل عنه. معها حق، اذا هو ما عم يسأل عنها كل شي بيصير. هي صارت الساعة 8:30 يا عبدو، وأخوك مسعود ما شرف. يعني رجعت حليمة لعادتها القديمة. أنا مستعد روح دور عليه وجيبه هلأ يا مختار. لا ما في لزوم، كان أمري أنا يحضر وعفى الله عما مضى. اللي ما بيجي بالليل يا مختار منجيبه بطرق تانية. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وحد الله يا جبور، واللي عنده كلمة طيبة يقولها. يا جبور نحن أولاد ضيعة واحدة، هو مثل ما بيقول المثل، الواعة الكبيرة بتسع الواعة الصغيرة، وما حدا سلمان من شوية مشاكل، والحلم سيد الأخلاق. جواهر، حاكيك جواهر يا مختار. يا مختار ترك مسعود علي، أنا بفهمه وبخلي لك يا مثل السمنة على العسل. عمي أبو راجح تسمح لي روح دور عليه لأنه أنا بعرف وين بيكون. يا روح ابني روح. ايه يا مختار، شو كان بده منك رئيس المغفر؟ كان بده مني يا مرحوم البي يا حواس. شو؟ شو اللي جابك؟ كان اللي جابني انت. خير ان شاء الله. اسمع مسعود، انت اليوم بتنفذ كلامي بالحرف الواحد. شو حواس؟ مهمة رسمية بعتك فيها المختار؟ لا، بس انا شامم ريحة مؤامرة عليك، فيا اما بتسمع كلامي يا اما خليني امشي. لا تعال تعال، هات لنشوف شو في عندك. انت هلا بتروح بتشلح لي اوعيك هدول وبتجيب لي اياه اللي عندي. حاضر. وكمان بتروح بتقعد بالقهوة تبع البلد، وبتضل قاعد هنيك لحتى تسكر، وبعدين بترجع على البيت. والمزرعة مين بدنا نام فيها؟ يا اخي انا بنام فيها. انت ما اتفقنا؟ ما في اعتراض. طيب ماشي، يلا يلا. شو عم تستنى؟ يلا. شوف يا مجدي، انت رجل واعي وبتقدر المستقبل تقدير حذر، بس الشيء اللي باخده عليك انك عم تعاملني معاملة الغربة، وما بدك تعترف ابدا اني انا بعرف كل شيء، ومو من هلا، من زمان. رأي سمارة بتعرفيه؟ سمارة صريحة معي وما بتخبي علي شيء، لكن هي عايشة بصراع بينها وبين مين يا ماجدة؟ ماضيك، الماضي اللي ابتديت تظاهر بنسيانه، الماضي اللي مخلي وضعها ضعيف وموقفها هش إلا من التظاهر بالعطف معك ما غيره. يعني أنتي بدك تضلي معي ولا بدك توقفي على الحياة؟ مجدي
انت اخي وعرق عيني، والصفات الموجودة فيك ما موجودة بغيرك، وبتمنى انه تكون فيهم. انا معك يا مجدي، بس انت انا ماني اول المحتاجين يا ماجدة، ولا رح كون اخرهم. يا مجدي انت كل ما هربت من الواقع الماضي بشدك له بقوة. انا معك يا مجدي، انا معك بالمستحيل عم تطلبه، بس كلام الناس انساه. المفروض انه الانسان بجوهره مو بفلوسه. ورشاد بيك رح يتنازل لك عنا؟ يا ماجد الناس بيسخروا من اللي طالع على الجبل وبيسفقوا له لما بيصل للقمة. عظيم، حكينا بما فيه الكفاية وحلمنا بما فيه الكفاية. ممكن بقى تقعد وتقلي شو ناوي تعمل؟ تفضل. شرفي. يخفف من أعراض السعال واحتقان الأنف، هو نوم هادئ حتى تكتمل أحلامهم للنهاية. فيكس بابوراب. بعد الإفطار ضغط العمل يزيد، ما في وقت للصداع. بانادول أكتيف فاست يمتص الجسم مرتين أسرع لتسكين الألم. حوارنا اليوم عن الإبداع والتراث، وتدق الكلمة ساعة لشاعر عربي استطاع أن يتخطى معادلة الموت والحياة. أفضل وأنزه ناقد عربي. الشكل والمضمون في نفس النثر، هناك شكل ومضمون. عطائي نابع عن صدق. مذهب شعري هذا ما له علاقة بنوب بالإبداع الشعري. إن قصيدة النثر ليست شعرا. يمكن نأخذ نصا ونقول عنه إنه شعر دون أن يكون موزونا بالضرورة. فقدوا معايير الشعر أساسا. الكلمة تدق الساعة الأربعاء 11 مساء على قناة الذكريات. نجم حساس مهذب هنا الآن، وأن اللعبة مهارة فن تم. غير معقول، يا سلام. أهدافا وإثارة بالتدريب. ماذا عن استراتيجية هذه المرة؟ ماجد يقف ويستمر الآن. هدف النقاط 9-0. فزنا. كابتن ماجد يوميا 4:30 مساء على قناة الذكريات. متعاود نجم خلاق. لح يا جبور يا جبا، بدك تطعم مسعود من الخل؟ ها؟
سؤالي ايام جاي وبتدفع الثمن. يا مسعود اطلع، يا مسعود اطلع. مسعود غريب الوعد، غريب وسيء النية. لكن مجدي ابن عمتها، بس لا كمان غريب، يعني الاثنين غرباء. يا ترى انا لحمدان بالنهايه؟ ابو نجيح، يا ابو نجيح فوتي يا كوكب، ما في حدا. انت هون وانا عم دور عليك. خير ان شاء الله؟ ما في بالعاده تقعد لوحدك بهالوقت، في شي شاغل بالك؟ وعد يا كوكب، وعد. خير، شو بها وعد؟ خايف عليها من بعدي. بعيد الشر، بعد عمر طويل. أبو راجح، بدي أقول لك، بنت اختك ماجدة اتصلت بوعد بالتليفون. خير إن شاء الله، شو بها؟ ما في شي، ما في شي، قال بيسلم عليك كتير السلام. بس؟ ولا في شي تاني؟ إذا قلت لك ما بتزعل؟ حتى لو بدي أزعل، قولي. بعت لها شوية فلوس. إيش؟ إيه معلش، يحسبها غريبة. احسب الفلوس زكاة أموالك، بعدين الأقربون أولى بالمعروف يا أبو راجح. حاضر. سمارة مجرد أحلام، لكن مثل أحلام اليقظة. ويا ترى الحلم ينقلب لحقيقة؟ ما بعرف. طيب مجدي، أنا بدي أسألك سؤال صغير خارج عن الموضوع. ليالي طويلة مرت علي وعيوني مغمضة، وصورتها ما بتفارق خيالي. بكفي هالجواب؟ بس ما جاوبتني عن سؤالي. وعد بنت خالك حلوة وأمورة، بس ما خطرت لي على بال. قطعت علي الطريق حتى ما أسألك. على كل حال، قناعتي بوعد هي البديل، وإحساسي أنا أن وعد ما بتحب تكون البديل. وأنا بقلك يا سمارة، أو ما بتزوج بعمري. كتار اللي قبلك قالوا، بس ما عندهم إرادة وتصميم مجدي. يا مجدي، أنا خايفة عليك، خايفة تضيع وقتك بالتفكير. لا تخافي يا ماجدة، لا تخافي، لأنه مبدأ الإرادة والتصميم، ولأنه بدي أوصل فرح سابق الريح. تصدقيني، ظروفك العجيبة يا مجدي هي اللي حطتك بمواقف انت بغنى عنها ولا يمكن الهروب منها. صدقني، سبحان الله. طيب يا ستي، شو رأيك هلأ تعملي لنا فنجان قهوة من تحت ايديك يا الطيبين؟ تكرم عينك، احلى فنجان قهوة لأحلى دكتور. بتعيشي. شرفي. ما شفت لك هالديب الا وهجم. شو هجمة؟ هجمة قوية يا لطيف. مثل حالي انا، الرجال راح شقف ونتف، الديب نتف وتنتيف. ايه وبعدين شو صار؟ نتفوا الديب؟ لا، ما نتفوا. ليش؟ لأنه ما لقى. كيف ما لقى وهو نايم بالفرشة؟ بالخدعة. يو، شلون بالخدعة؟ شو انت عم تلعبني استغماية؟ كيف خدع الديب؟ لما الديب اجى على الفرشة، اجى لأنه شم ريحته فيها، بس وقت كشف الحاف ما لقى. لا محله مخدة، مخدة طويلة طويلة قد ما تقولي، يعني طول البني آدم. انت يا مقصوف العمر تقصد شي من ورا هالحكاية؟ قلي شو شايف وما انك قدران تحكي ولا انك قدران تسكن؟ ها؟ شايف منام، والحكاية اللي حكيت لك ياها منام. ايه منام، والرؤية صادقة. إذا ما بتصدقيني اسألي أمي، اسأليها. لا، صدقتك. يا مجدي، يا مجدي. نعم،
وين الورق اللي جابهم رشاد؟ موجودين، هاتين حتى افتشهم ورقه ورقه. حاضر. تفضل. اسلموا البيت. لا يلدغ المرء من جحر مرتين. شو بدنا نعمل؟ الله بالينا في بلوى، مصيبه مصبره. على كل حال هو اخر العنقود، يعني اذا فرط فرطت العيله. شو بابا؟ شايفك مو على بعضك، بك شيء؟ صار لها اسبوع على هالحاله، ما عم تحاكي حدا. تعبانه شوي وضايق خلقي. طيب بابا، اطلعي تمشي، شمي هوا. وين يعني؟ ما حدا عم يطلع معي. صاير فيي مثل المطر، صحيح لا تقسم ومقسوم لا تاكل. طيب هي ام مجدي، خليها تقترح عليكي شي مشوار تتمشوا فيه سوا. والله يا حبيبتي، ماجدة ومجدي رايحين خميس وجمعة لعند خالهم على الضيعة. شو رأيك ترافقيهم؟ يا ريت، إذا ما بيصير سئلة. يا ميت أهلا وسهلا يا حبيبتي. طبعا بعد موافقة ببيك. أنا ما عندي مانع. شو رأيك؟ شكرا بابا. الله يرضى عليك. على وين؟ خدي اقري هذا الشيك. شيك؟ من وين؟ تركت المرحوم خالك من الداخل ومن الخارج. اقري الرقم، اقري. ادفعوا لأمر سمارة حمدي لالا باشا مبلغ وقدره 2.5 مليون. مو معقول؟ معقول ونص، واكيد هافف من المبلغ تحت اسم المصاريف، وهذا هو العقد المزور. كمان اصل مو صورة. لك اخ العصا من الجنة. حاضر. انت شو صاير لك اليوم يا حواس؟ شو ما عم تسمع؟ طرشان؟ لا، الظاهر اني مريض يا عمي ابو راشي. مريض؟ شو عم يجعك؟ ضميري. ايه ضميري. عندك دواء لوجع الضمير؟ ايه عندي. شو هو؟ الضمير لك يا ابني بيتغير وبتقدر تبدله. عن جد عمي ابو راجح، هي اول مره بسمع هيك سمعه. لك شو صاير لك اليوم يا اهبال؟ شو ضمير وما ضمير؟ شو سخنان؟ انا سخنان سخونه قويه يا عمي ابو راجح. دسها دستي. خذ هي حبتين لوجع الراس. هي لك يا عمي ابو راجح، انت كل شيء له دواء عندك. ايه قلي، شفت مسعود بعدين؟ من اول امبارح بالليل وانا عم دور عليه، ما كنت لاقيه، وهذا الشيء راح يجنني، راح يحط عقلي بكفي. وانت ليش مهزوز كل الان؟ الظاهر انه مسعود اختفى او مات يا مختار. ولك مدام ما شفته، شو عرفك انه مات؟ بعدين مات يموت، تربه واسعه. يا مختار! يا مراجع! هذا عبده اخو مسعود، شو راح نقول له؟ اوعى تفتح تمك بكلمه واحده. ها؟ تفضل تفضل عبده. السلام عليكم. اهلين. وعليكم السلام. ها. الله محييك خير. عمي ابو راشد. ايه روح 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 روح. اهلين وسهلين. والله ما لقينا له اثر يا مختار، وهذا الموضوع راح يجنني. اخته بالبيت راحت تسوح بالشوارع تدور عليه. شو العمل يا مختار؟ ارشدني الله يرحم والديك. لا تكبروا الشغله يا عبدو، هو له بالعاده يغط هيك غطات. ايه كان يغط، بس كان يغط ليله نهار، بس ثلاث ايام مستحيل. انا بديت شك انه بالامر في شيء يا مختار. فان الله ولا فانك يا رجل، اذكر الله. لا اله الا الله. اخي دورتوا عند اصحابه؟ ما خليت محل كان يروحوا الا دورت فيه عليه. سالت كل اصحابه ما حدا شافه. شو الارض انشقت وبلعته؟ ليكون نزل على المدينه. ما في بالعادة ينزل على المدينة بدون ما يسأل حدا. بعدين لو نزل على المدينة بده يركب بالباص. سألت كل أهل الباصات ما حدا شافه ولا ركب معهم. يا الحالي، ما صفي قدامنا إلا نخبر المغفر.